بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دن في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نخدمه التمرين رقم 19 صفحة 45 من كتاب في رحاب الرياضيات حول درس المجموعات. إذا هنا عمل تعبير التعبيرين أو بي في كل حالة من الحالات التالية. إذا نطلب من التعميل لهذا الكتابات. إذا غنبداو بالحالة الأولى، عندنا أ تساوي 4 عامل لجوج ناقص 8 إكس ناقص جوج في جوج ناقص 8 إكس أس 2. واضح؟ إذن هذه العملية اللي مطلوب منا التعميل ديالها. إذن إحنا كنعرفوا التعميل باش نعملو، خصنا إما يكون عندنا عامل مشترك. في حالة لما لقيناش عامل مشترك كنعملو باستعمال المتطابقات الهامة. إذا هنا عندنا، لاحظوا، جوج ناقص 8 إكس، جوج ناقص 8 إكس، إذا عندنا عامل مشترك. إذا هذه هي جوج ناقص 8 إكس في 4، يعني بحال الضرب 8 إكس. هنا عندنا ناقص جوج، هاد جوج ناقص 8 إكس أس 2 غنفكوها، هي جوج ناقص 8 إكس في جوج ناقص 8 إكس، باش يبان لنا العامل المشترك هو جوج ناقص 8 إكس هنا وجوج ناقص 8 إكس هنا. دونك هنا فاش غنعملو بالعامل المشترك اللي هو جوج ناقص 8 إكس، شنو بقات لينا هنا؟ بقات لينا 4، غنحطوها هنا عندنا ناقص، ثم غنحطو هاد العدد اللي هو جوج في جوج ناقص 8 إكس. 8 إكس عملنا بها وبقى جوج ناقص 8 إكس عملنا بها وبقات لينا جوج ناقص 8 إكس، حيت كانت عندنا أس 2. نسدو القوس، دن تساوي جوج ناقص 8 إكس. هنا ننشرو هاد العدد اللي عندنا هنا، 4 ناقص جوج في جوج هي 4، ناقص جوج ناقص في ناقص غتعطينا زائد، جوج في 8 إكس هي 16 إكس. ونسد، إذا جوج ناقص 8 إكس عامل لي هنا 16 إكس، كاين معاه من نحسبها، هنا مشات 4 مع 4، 4 ناقص 4 هي 0، دونك كتبقى لينا 16 إكس. إذا هي 16 إكس في جوج ناقص 8 إكس. إذا هذا هو التعميل ديال التعبير أ. دوز دابا للتعبير بي. عندنا بي كتساوي جوج إكس أس 2 زائد 3 إكس عامل ل إكس ناقص 4. إذا نلاحظو هنا عندنا جوج إكس أس 2 3 إكس، دونك نقدرو نعملو بإكس هنا. 3 إكس غتبقى لنا، دونك إلا عملنا بإكس نشرو هاد العدد ونشوفو، نحاولو نبسطو مزيان. دونك جوج إكس أس 2 نخليوها، زائد 3 إكس في إكس هي 3 إكس أس 2، 3 إكس في ناقص 4 هي ناقص 12 إكس. دونك هنا عندنا جوج إكس أس 2 زائد 3 إكس هي 5 إكس أس 2 ناقص 12 إكس. إذا هنا عندنا عامل مشترك هو إكس، دونك كنعملو بإكس، غتبقى لينا 5 إكس هنا، إكس وحدة عملنا بها. هنا عندنا إكس أس 2 راهي إكس في إكس، دونك عملنا بإكس وبقات لينا 5 إكس ناقص، هنا عملنا بإكس غتبقى لينا 12. نخليوها هكا، دونك هذا هو التعميل ديال هاد التعبير، هذا ما نقدروش نعملوه أكثر. ندوزو للحالة الثانية. عندنا في الحالة الثانية أ تساوي 16 إكس أس 2 ناقص 8 إكس زائد 1. إذا التعميل ديال هاد التعبير هذا، لاحظوا عندنا 16 إكس أس 2 ناقص 8 إكس زائد 1، ما كاينش عامل مشترك، ولكن إن فواش بالنا أس 2 8 إكس 1 نفكر في المتطابقة الهامة. دونك 16 إكس أس 2 غنكتبوها هي 4 إكس الكل أس 2. هنا عندي ناقص، المتطابقة الهامة عندي ثلاثة الحدود، دونك غتكون إما الأولى ولا الثانية، إما أ ناقص بي الكل أس 2 ولا أ زائد بي الكل أس 2. هنا عندنا ناقص، إذا غتكون أ ناقص بي الكل أس 2. دونك خصني نخرج واحد اثنان أ بي، نخرجها هنا، اثنان في أ هاهي لقيتها هي 4 إكس في، دونك هنا جوج في 4 إكس هي 8 إكس، دونك باش نوصل 8 إكس خصني نضرب غير في واحد باش تبقى لي 8 إكس، دونك زائد واحد. هذه هي بي هي واحد، وهاد واحد خلاص راه هي واحد أس 2، دونك غنكتبوها هي 4 إكس
ناقص واحد. هادشي راه شفتو في السنة الماضية، التعميل باستعمال المتطابقات الهامة. ندوزو للتعبير بي، عندي بي كتساوي واحد ناقص بين قوسين واحد ناقص ثلاثة إكس الكل أس اثنان. ده لاحظوا هادي فاش فكراتكم، واحد ناقص واحد ناقص ثلاثة إكس كل أس اثنان، هاد واحد راه هي واحد أس اثنان، إذا هادي مكتوبة على شكل أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان متطابقة ثالثة، دونك هادي كتساوي أ ناقص بي في أ زائد بي. دونك هنا أ عندنا هي واحد و بي عندنا هي هاد واحد ناقص ثلاثة إكس، دونك غندير تساوي أ ناقص بي يعني واحد ناقص بي بي هي واحد ناقص ثلاثة إكس، حيت عندي ناقص نديرها بين قوسين، في واحد زائد واحد ناقص ثلاثة إكس نديرها بين قوسين، دونك زائد ماشي مشكل. دونك غادي نبسطو هنا، واحد ناقص قبل القوس غتولي ناقص واحد و ناقص ثلاثة إكس غتولي زائد ثلاثة إكس. هنا عندنا واحد زائد واحد هي جوج ناقص ثلاثة إكس، عندنا زائد قبل القوس ما غيغير حتى شي حاجة، واحد ناقص واحد مشات هي صفر، وتبقى لي ثلاثة إكس عامل لي اثنان ناقص ثلاثة إكس. إذا هذا هو التعميل ديال التعبير بي. في الحالة الثانية ندوزو للحالة الثالثة، عندنا أ كتساوي إكس على ستاش، إكس أس اثنان على ستاش، زائد إكس على جوج، زائد واحد. إذا هذه ربينا حتى هي متطابقة هامة، عندي هنا زائد متطابقة الأولى غتكون أ زائد بي الكل أس اثنان. إذا هاد إكس أس اثنان على ستاش غنكتبها هي إكس على أربعة الكل أس اثنان، إكس أس اثنان هي إكس أس اثنان، وأربعة أس اثنان راهي ستاش. دونك زائد نخرج واحد جوج ديال القاعدة، قلنا جوج في أ جوج أ بي، دونك جوج في أ، أ هي إكس على أربعة، دونك جوج غتمشي مع جوج وتبقى لي إكس على جوج، دونك هي إكس على جوج، دونك خصني نضرب غير في واحد هنا باش تبقى لي المتساوية. زائد هاد واحد راهي واحد أس اثنان، هاي واحد هي بي، وهاي أ هي إكس على أربعة، دونك غندير إكس على أربعة زائد واحد الكل أس اثنان. واضح؟ إذا لا نشرنا هاد المتطابقة راه غنرجعو لهنا، حنا مطلوب منا التعميل. ندوزو ل بي، عندنا بي كتساوي واحد على خمسة وعشرين ناقص إكس زائد جوج ثلاثة زائد إكس عفوا الكل أس اثنان. دونك هادي تاهي مكتوبة على شكل أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان، هاد واحد على خمسة وعشرين نكتبوها هي واحد على خمسة الكل أس اثنان، واحد أس اثنان هي واحد، خمسة أس اثنان هي خمسة وعشرين ناقص ثلاثة زائد إكس الكل أس اثنان ثلاثة. دونك هادي أ ناقص بي في أ زائد بي، دونك هي واحد على خمسة ناقص هاد العدد اللي هو ثلاثة زائد إكس في واحد على خمسة زائد هاد العدد اللي هو ثلاثة زائد إكس بين قوسين بلاش حيت قبل منها زائد، دونك تساوي هنا تبقى لنا واحد على خمسة، هنا ناقص قبل القوس غتولي ناقص هنا، وثلاثة غادي نوحدو المقام مباشرة نضربو هنا في خمسة ونضربو هنا في خمسة، دونك هي خمسطاش على خمسطاش على خمسة، دونك خمسطاش على خمسة راه هي ثلاثة، هاد زائد إكس حيت قبل منها ناقص غتولي ناقص إكس، دونك هنا غنوحدو تاني المقام، هنا عاوتاني خمسطاش على خمسة، واحد على خمسة زائد خمسطاش على خمسة، ثلاثة هي خمسطاش على خمسة زائد إكس تساوي، دونك واحد ناقص خمسطاش هي ناقص ربعطاش على خمسة ناقص إكس، في هنا ستاش على خمسة زائد إكس. دونك عندي هنا ناقص ناقص نقدر نخرجها على برا، تولي عندي ناقص هنا وربعطاش على خمسة زائد إكس، هادي غير لا بغيتي تزيدوها باش تكون العملية مزوينة. دونك هنا ناقص هاد ناقص هادي خرجناه هنا، الا بغينا ندخلوها الاقواس غنبدلو بطبيعة الحال الاشارات، ناقص غتولي ناقص 14 وزائد غتولي ناقص. واضح؟ اذا هذا هو التعميل ديال هاد الكتابة. اذا وصلنا لنهاية التمرين، تمرين زوين شفنا فيه التعميل بالعامل المشترك وكذلك التعميل باستعمال
المتطابقات الهامه. نتمنى انكم تدعمونا بلايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وخليو لي كومونتير، سواء فهمتي خلي كومونتير زوين، ما فهمتيش خلي لنا شنو ما فهمتيش، حيت هذوك لي كومونتيرات هما اللي كيطلعوا الفيديو، هما ولي لايك ديالكم، وشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.